الستريس والتوتر هيموتك. كنت بلعب في الحاره بالعجله وبروح الجيم كده وما بدفعش الاشتراك عشان معيش فلوس. حاول تركز قوي في الكلام اللي هقوله وحاول تتمعن فيه وتفكر فيه. السلام عليكم، ازيكم شباب؟ الاخبار معاكم سامسم موي. حلقه النهارده حلقه غريبه شويه. في ناس كتير بعد تبعت لي رسائل على الدي ام، انا مش عارف ادرس ايه، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اشتغل ايه، تنصحني اخد الكارير ده ولا لا؟ انا عندي اكتئاب، عندي ديبريشن. في ناس كتير عندها اكتئاب وديبريشن كتير قوي. فتعالوا كده واحده واحده هبدأ أقول لك خبرتي في الحياة شوية، ممكن تفيدك لأن ممكن تبقى أنت أصغر مني ولسه ما عدتش بالمراحل دي. فصدقني حاول تركز قوي في الكلام اللي هقوله وحاول تتمعن فيه وتفكر فيه. كلنا كشباب عندنا طموح وأحلام وآمال وإلى آخره، صح ولا لا؟ أنا نفسي في عربية سبورت، نفسي أشتري ماركات، نفسي أجيب مش عارف ساعة رولكس، نفسي اعمل، نفسي ابقى مشهور، نفسي ابقى معايا فلوس الى اخره. انت ممكن ما يبقاش فعلا نفسك في ده، يعني انت ما نفسكش في ده، بس انت لسه صغير وعندك احلام وعايز تجرب تاكسبيرينس. الفكره بقى ان انت تبدا تتعلم من كل اكسبيرينس ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش. ليه؟ عشان ما ياخدكش الدنيا، الطيار الحياه ما ياخدكش في طريق انت بتعمل حاجة عشان الناس بتعملها. بمعنى مثلا هديك اكزامبل بسيط جدا تافه بس هتفهم قصدي. ناس كتير بتقولي ليه ما بتلبسش فورمال كلاسيك، ليه ما بتجيبش ساعة رولكس، هتجيب بقى الرولكس امتى؟ انا ولا هعمل دي ولا هعمل دي، لانه ده شيء لا يسعدني. انا لو لابس ساعة رولكس او ساعة الماز او ذهب او واتيفر مش هبقى سعيد. انا حابب اعملها عشان الناس، مثلا عشان دي حاجة لازم تتعمل. طب في الأول في الآخر، من الآخر مالكش دعوة بالناس، شوف أنت بتحب إيه. أنا بحب العربيات جدا فبصرف كل فلوسي على العربيات، مع إن دي حاجة غبية شوية، لأنه المفروض مثلا لو أنت عايز استثمار ذكي يبقى في عقار وتقسيط 7 سنين وعشان تكسب فلوس. أنت هل أنت عارف إن أنت هتعيش ل17 سنين؟ دي نقطة تانية بقى نخش فيها. انت بتحط اهداف بعيده قوي وكل يوم بتشتغل، انا وصلت لفين لسه لازم اعمل كده، انا وصلت لفين لسه لازم اعمل كده، انا درست ده بس لسه لازم اتخرج عشان اشتغل دكتور لحد ما ابقى دكتور مشهور وبعدين اعمل فلوس كتير. لا، فساعات بتلاقي نفسك بتجري، عمال تجري في الحياه كده، بتجري بتجري ولا ما خدتش دقيقه تقف وتحب اللي انت بتعمله وتستمتع بيه. دي نقطة مهمة جدا، لازم تحب اللي انت بتعمله، ولازم لازم لازم كل يوم تعمل حاجة انت بتحبها. انت مش ضامن بكرة جاي ولا لا. طب انا النهاردة عايش، انا النهاردة بصور، انا النهاردة بشتغل اهو، ليه اوتر نفسي وانا ورايا 20 حلقة لازم اصورها ولازم ينزل مش عارف ايه وعندي بطولات ايه وعندي كلاينتس ايه وعندي. دي حياة البني ادم. البني ادم بيبدأ يخش في دوامة، لازم اقف كده. طب تعال استمتع، انا النهارده بصور، انا بحب التصوير وبحبكم، انتوا بتشجعوني وده كان حلم من احلامي يوم من الايام، عشان كده انا هصور. غير فكرك، مش عشان انا عندي شغل لازم اصور النهارده ويا لهوي ولسه لازم اودي العربيه وعندي واتساب والتصوير ده هياخد من وقتي، هياخر عليا الكلاينتس مش عارف ايه. ما دونت اوفر ستريس، دونت اوفر ثينك، ما تقعدش تستريس بزياده وتفكر بزياده. دي النقطة التالتة هنخش فيها دلوقتي، الستريس والتوتر هيموتك. أنا أوفر ثينكر، أنا عندي انسومنيا، ما بعرفش أنام. برضو خلي بالك أنا بني آدم عادي زي أي حد، وفجأة بقيت مشهور وفجأة بقى عندي التزامات وفجأة بقى كل حاجة، بقيت بيزنس أونر وضرايب وبنوك إيه يا عم ده؟ أنا كنت بلعب في الحارة بالعجلة وبروح الجيم كده وما بدفعش الاشتراك عشان معيش فلوس وبحوش انا وصاحبي عشان نجيب علبه امين ونخمس فيها. انا امتى بقيت انا فيس لفتنس
والناس انا الحمد لله دلوقتي الموضوع بقى اوفر، يعني انا بمشي في الشارع الناس بتعرفني بزياده، يعني الموضوع بيتوسع بسرعه. انا ساعات بنسى ان انا مشهور، يعني في واحد يجي جنبي بالعربيه نزل الشباك فانا نزل مستنيه يسالني مثلا شارع سموي منين ولا مفيش بنك هنا ولا، فبنزل الشباك بقول اتفضل، بيقول لي سام سموي فانا فجاه كده بفتكر اه صح انا سام سموي. فانا بني ادم زي زيك. ليه بقول لك كده؟ عشان انت ممكن تبقى في مكاني سهل جدا، حب بس اللي انت بتعمله وركز فيه جدا. بالعكس اصلا احنا الفيتنس مش مشهوره قوي، انت لو بتلعب كوره مثلا ولا في مجال الغنى ولا التمثيل ولا ولا هتتشهر اكتر مني ب 300,000 مره. دي ودينا النقطه الرابعه، هل الشهره والفلوس هي السعاده؟ لا لا لا، يعني انا ساعات كتير ببقى مش عايز حد يعرفني، ببقى نفسي اقعد بس في حالي، اتمشى عادي في المول، اروح اكل في حته عادي، اتمشى على البحر، اروح اصيف، عايز برايفسي، عايز يا عم اروح حفله، عايز اروح حته مش عايز حد يعني، فاهم قصدي؟ طبعا دي ضريبه الشهره، الموضوع مش سهل. وانت لو عندك بارانويا او عندك ستريس، انت لو حاسس ان كل في ناس كتير بصالك وناس بتتكلم عليك وفي ناس بتكسف تيجي تصور معايا او تكلمني فبتصورني، يعني بيطلع تليفونه كده يقعد يصورني، فانا ببقى شايف واحد بيصورني، الموضوع مش سهل ومش حلو وموتر يعني ستريسفول. ف انت ما تعرفش انت عايز ايه قوي برضو، يعني انت ساعات بتتمنى حاجه بس انت مش متاكد ان انت عايزها. تعال نخش النقطه الخامسه، الفلوس. هل الفلوس حل كل المشاكل؟ مستحيل، عشان بس في ناس بتقعد تسعى ورا الفلوس بتموت نفسها، والفلوس ليست الحل. لو ابوك مريض، والدتك مريضه، اخوك معوق، انت عندك مشاكل نفسيه، عندك مشاكل، كنت بتحب حد، عندك ديبريشن، الفلوس عمرها ما هتعالج ده، عمرها ما هتكون مصدر السعاده. هي هتريح اسلوب حياتك شويه، هتسهله، هيبقى اسهل، بس مش مصدر سعاده. يعني ممكن معاك فلوس كتير وانا دلوقتي مش سعيد، انا عايز اعمل حاجه تسعدني، مش هتشتري حاجه تسعدك. السعاده ما تقدرش تشتريها، لازم تحسها، وعشان تحسها لازم تلاقي حاجه انت بتحبها. دي ودينا النقطه السادسه، لازم تشتغل في حاجه بتحبها. انسى الناس، فكك من كل حد. انا رفضت كميه شغلانات ومالتي ناشونال وخلاص، وانت اشتغلت في الشركه دي بعد سنه ممكن تسافر دبي وتكمل شغل من هناك، الله مش اي علاقه. انا رحت عملت هوايتي وكبرت فيها وفتحت انا بيزنس في دبي، انا الاونر بتاعه، فملهاش اي علاقه. ما تسمعش كلام الناس، مش دايما الناس صح، او يعني 90% الناس غلط، لان ده اللي هو عايزه مش انت. يعني يا ابني روح هات لك عربيه قسط تدفع لك قد كده في الشهر واعمل مش عارف ايه ده هو عايز كده مش انت عايز كده. دي تودينا لنقطه سبعه، انا عايز ايه؟ انسى بقى الناس، والله ده نصحني اخش هندسه، ده نصحني العب حديد، ده نصحني، انسى الناس. انت بتحب ايه؟ الحياه يا ابني قصيره، لازم تحبها، تحب الحياه، انت ليك انت، يعني السعاده والحب حاجه بسيطه جدا جدا جدا. انت ممكن تبقى قاعد مع اتنين صحابك في الشارع بتتكلموا عن حاجه، بتفتكروا حاجه، ميتين من الضحك، دي سعاده. وممكن تبقى في مكان فخم وفي مطعم مثلا وناس مشهوره وغالي جدا ولابس شياكه وبتاع، بس انت بتمثل، انت مش مبسوط. انا سعادتي لما البس الشبشب الجوردن بتاعي، شورت الجوردن، تيشيرت، واطلع اركب عربيه من العربيات واروح للشباب، دي سعادتي، انا ببسط كده. فين بقى اي حاجه؟ الشارع، نروح الجيم، نروح ناكل في حته بتاع، يا اما مثلا اخرج مع، يعني ساعات بحب اقعد مع اهلي الصبح، مع ان واحنا صغيرين كنا بنحاول نهرب من الموضوع ده. دي نقطه تامنه، لازم تقعد مع اهلك شويه، لازم يبقى فيه فاميلي كده، لازم يبقى فيه لاف سبورت. الحياه من غير حب وسبورت صعبه، ما ينفعش تعيش لوحدك، ما ينفعش تقول انا عايز افضل دايما لوحدي، غلط. افكارك هتتعب،
هتتعب لوحدك، لازم تتكلم مع حد وحد يعبر لك وانت تعبر له. حاول تحب، حاول تتجوز، حاول تخلف، حاول تخلي بالك من اهلك. لازم يبقى في فاميلي وسبورت، دي نقطه مهمه جدا. فاميلي لاف سبورت، النقطه دي واحنا صغيرين بنهرب منها. انا مش عايز اقعد مع اهلي، انا عايز اخرج مع اصحابي بس. مع الوقت هتستوعب انه الناس دي اللي بجد بتحبك من غير مقابل، وهيدوك نصيحه من قلبهم وعارفينك كويس قوي. دي نقطه تانية، انه لازم يبقى عارفك كويس قوي. اتمنى الحلقه دي تكون فادتكم. الحياه مش سهله، لازم تبيليف ان سمثينج. يعني ايه؟ يعني من الاخر لازم يبقى، طبعا انا مسلم فانا عندي ربنا، ولكن ايا كانت ديانتك لازم تؤمن بحاجه. انا بحب يعني لازم يبقى في الروح السول، لازم تبقى بتدعي لحد وبتبليف انه الحد ده موجود اللي هو ربنا يعني. فلازم علاقتك بربنا تبقى قويه جدا جدا جدا، اقوى من علاقتك مع اي حد. ولازم تعرف تتكلم كده، تعرف لما تصلي وتسجد يبقى في خشوع كده، لازم تتصل بحاجه تهديك من جوه مش من بره. اتمنى الحلقه دي تكون فادتكم. سام موي، الناس اللي عندها اكتئاب اطلع منه. الاكتئاب من اخطر الحاجات في العالم، روح اتعالج، شوف دكتور، انزل من بيتك، اتعامل مع الناس، بطل تفكر وتحط نفسك ان انا عندي اكتئاب. اطلع، روح. بص، انا لما ببقى متضايق قوي وفي هموم كتير عندي، انا عندي مسؤوليات كتير جدا، الموضوع موتر. انا كنت بقول لك شاب بلعب في الشارع ولا عندي اي مسؤوليه ولا فارق معايا حاجه واللي يحصل يحصل. دلوقتي يا لهوي، ده انا مثل اعلى الناس وشباب واهلي بيعتمدوا عليا واصحابي وعندي شركه وضرايب وافلام. فيلم هندي فجاه كده في كام سنه، فاضطريت ان انا اكبر، يعني اضطر اكبر. فده ستريس كتير. لما بلاقي نفسي مضغوط قوي بفصل، لازم افصل، انزل اشوف حد، اتكلم مع حد عن اي حاجه تانية. ده مش هيحل مشاكلي بس هيفصلني، لان كتر الستريس هو اللي هيموتك. سام موي، بيس اوت.